عندكم تيك توك، تيك توك يا بابا، تيك توك، تيك توك، تيك تيك، تي جيل تعب جيل تهلهل حاسين. مرحبا، في جرب وتفكرني نقترح عليكم كل مرة طرق وأساليب امتع نجاح. وبالنسبة لليوم باش نحكيه على طريقة مختلفة، بعض الشيء باش نحكيه على الطريقة السلبية، الفيا نيجاتيفا ولاتان، هي طريقة تفكير تقول اللي بيحل مشكل معين يزمنا نتخلصوا من العوامل المحيطة بالمشكلة ذاك. اتنسيون، نحكيه على العوامل السلبية. إذا تحب تظهر مليان نقص من التبابير، إذا تحب أصدقاء أوفياء نقص من العلاقات السطحية، إذا تحب على رجيم صحي ومريقل ما تلوش على الغوسات هيلثي، لوش على الحاجات الخايبين اللي تاكل فيهم وتخلص منهم، حتى رجيمك يتريقل بطبيعته. فهمتوه الكونسيبت؟ الخايب اللي تنحيوه يتعوض اوتوماتيكمون بالباهي. دايوغ الفكرة في حد ذاتها ماهيش بعيدة على البارادوكس دو شوا متاع باغي شباغتس، على قد ما يكبر الشوا متاعنا على قد ما نبعدو على الساتيسفاكسيون. نيكولا نسيم طالب، كاتب عربي ومفكر معروف، يقول ان الفلسفة هذه هي الحل لعراقيل عالمنا الحديث. عام 1504 في ايطاليا، البابا مشى يسأل في النحات الشهير ميكيلونج على السر وراء التحفة الأثرية متاع دافيد، تمثال علو 4.5 متر منحوت في الرخام الأبيض باش ينطق بالواقعية. يا ولدي التمثال هذا تخدم من غير لا ماكينات لا أورديناتورات ولا وسائل حديثة، حاجة خرافية في الوقت ذاك. يدور البابا ويقول ميكيلونج يا ولدي كيفاش قديتو دافيد هذايا؟ يغزر له ميكيلونج ويقول له سهل ياسر يا سيد البابا، نحيت كل شيء ما خليت كان دافيد. حسيل وعاش معاه التمثال بلغتنا. بابا عزيزي، البلتان بتاعك هذا؟ يا 18 و19 ولا؟ اه 16؟ كيفاش عملت بابا عزيزي؟ ايه يا ولدي ذكرتني في ماتي، كان عنا شيء قبل كان نقراي، ركزنا وخدمنا ونجحنا الحمد لله. توما جيل توا عندكم تيك توك، تيك توك، تيك توك، تيك تيك، تي جيل تعب جيل تهلهل حاسيلو. قلصت القول يا جماعة، نقصوا من اختيارات أتو تضاح الرؤية، هذه هي الفيا نيجاتيفا. كان معكم محمد أمين إبارة، وانت جرب وتفكرني.